لأن السحر فيما يتعلق بالعلاقة بين الزوجين على نوعين كما سيأتي معنا في باب ما جاء في السحر، على نوعين: نوع يسمى سحر العطف ونوع يسمى سحر الصرف. سحر العطف يفعلونه لعطف قلب الزوجين بعضهما إلى بعض، والصرف صرف قلب الزوجين، فهذا من الشرك. سواء كانت أمور سحرية، هذا الذي يقال عنه تولى، سواء كان أمورا سحرية تعلق فهو شرك، أو كان نوع من التعاليق الخرز والصدف أو نحوه يعلق لهذا الغرض فهو أيضا شرك، فهو في كلا الحالين شرك، سواء كان عقدا سحرية أو كان نوعا من الخرز يعلق لهذا الغرض فهو من الشرك، يعلقونه لغرض إيجاد المحبة بين الزوجين، إيجاد المحبة بين الزوجين.